تيجي نتكلم على الميكانيكال فنتليتور فانكشن دايجرام. بيزيكلي الانتري بوينت عندنا في الميكانيكال فنتليتور هي الاير والاكسجين، دول بيجوا لنا عاده من الميديكال جاس لاين، بيدخلوا بعد كده على الاير اكسجين بلندر، ده اللي بيعمل لنا الميكشر من الاير والاكسجين بنسبه الاكسجين اللي احنا محتاجينها للبيشنت. بعد كده بيبقى في عندنا مرحله بنتحكم فيها، نتحكم في البريشر والفوليوم اللي رايحين للبيشنت، وبعد كده بيبقى في عندنا مرحله بنتاكد فيها ان نسبه الاكسجين سليمه قبل ما بيدخل الهواء للبيشنت في الانسبيريشن. جزء الاكسبيريشن بيرجع من ليمب تاني، من مرحله تانيه، وبيرجع بعد كده بيطلع بره خالص من خلال، بيبقى في عندنا حاجه زي فالف كده بيتحكم لنا في الهواء اللي خارج، وبالتالي يعني بنهايه الاكسبيريشن بيكون خلاص البيشنت مستعد ان هو ياخد انسبيريشن جديد. طبعا الفانكشن دايجرام في الميكانيكال فنتليتور في مجموعه من السنسورز ومجموعه من الاكتيويترز. يعني مثلا بالنسبه للسنسورز لازم يكون في عندنا بريشر سنسور، لازم يكون في عندنا فلو سنسور، لازم يكون في عندنا اكسجين سنسور، وفي بعض الاجهزه المتقدمه شويه ممكن يبقى في كمان كربون دايوكسيد سنسور. بالنسبه للاكتيويترز اللي هي الحاجات اللي بتشتغل وتعمل لنا يعني الكنترول على الفلو وعلى البريشر وعلى الحاجات اللي زي كده، بيبقى في عندنا فولز وبيبقى في عندنا اير بلور. المحاضره دي هنتكلم فيها على السنسورز دي ونتكلم على الاكتيويترز دي بحيث ان احنا نفهم هم بيشتغلوا ازاي.